Revise the following idioms and expressions. راجع المصطلحات والتعبيرات التالية. هنبدأ مع بعض ناخد حاجة اسمها التعبيرات والمصطلحات. عندنا كلمة idiom يعني مصطلح. idioms المصطلحات. عندنا كلمة expression يعني تعبير. جمعها expressions التعبيرات. هنبدأ مع بعض نتعرف على حاجة اسمها idioms and expressions. خلاص كده. أول حاجة معانا agree with. agree with يعني يتفق مع شخص. agree with يعني مثلا حد هيقول اقتراح معين وابدأ ان انا اتفق معاه. هبدأ اقول agree with مها يعني اتفق مع مها. agree with منى يعني يتفق مع شخص. agree with يبقى يتفق مع agree with. عندنا belong to يعني ينتمي الى او يخص. يبقى belong to يعني يخص او ينتمي الى يخص. belong to. move into يعني ينتقل الى. move into ينتقل الى. عايز اقول ينتقل الى القاهرة يبقى move into Cairo ينتقل الى القاهرة. similar to يعني مشابه ليه. similar to في تشابه ما بين شيئين بس مش تشابه بنسبة 100% ممكن بنسبة 95%. في تشابه. عندي the same as يعني نفس. عندنا حاجة اسمها the same as دي معناها نفس يعني الشيء ده نفس الشيء ده نفسه بالضبط 100% يعني مشابه ليه 100%. أبدأ أن أنا أستخدم the same as يعني نفس الشيء. لكن لو استخدمت similar to معناها مشابه في وجه شبه بنسبة 95% ولكن مش نفسه بالضبط. يبقى لازم أفرق ما بين حاجة اسمها similar to يعني مشابه ليه وحاجة اسمها the same as يعني نفس. during أثناء أو خلال. اللي بيجي بعدها اسم. during بيجي بعدها اسم noun. يبقى during يعني أثناء أو خلال. عايزة مثلا أقول أثناء الفسحة أثناء العمل يبقى during. أثناء يعني إيه during. عندنا like يجي بعدها infinitive plus ing. عندنا like فعل بمعنى يحب. طيب like بيجي وراها الفعل في ing. يعني مثلا عايزة أقول هو يحب القراءة يبقى he likes reading. ناخد بالنا كده الجملة دي he likes. عندنا الفعل read يعني يقرأ. عايز اقول بقى القراءة reading. he likes reading. ناخد بالنا ان انا هنا ضفت ing للفعل read بعد like. ليه؟ لان احنا قلنا like بيجي بعدها الفعل في ing يبقى reading بعد like. طب ليه هنا ضيفة اس الفعل ما قلتش like بس؟ لان عندي الفعل he. لان في زمن المضارع البسيط بضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس لو الفعل عندي مفرد. انا عندي هنا الفعل هي مفرد في الحالة دي ضفت للفعل اس. طيب عندنا ابوستروف دي اختصار would. ناخد بالنا would like يعني ايه يحب. would like يعني يحب. would like اختصارها apostrophe دي like اللي هي مثلا لو جي معاها ضمير فعل I ببدأ أقول I'd like يعني أنا أحب. I'd like يبقى اختصار would ايه apostrophe دي بيجي بعدها to plus مصدر. to بيجي بعدها الفعل بدون أي إضافة. يعني مثلا I'd like to play football يعني أنا أحب لعب كرة القدم. I'd like to play هنا الفعل play P-L-A-Y في المصدر بدون اي اضافه. عندنا play بلس اله موسيقيه بمعنى يعزف. انا عندي الفعل play يعني يلعب وله معنى تاني يعزف بس لما يجي بعده اله موسيقيه. play the guitar يعزف على الجيتار. يبقى هنا مع الالات الموسيقيه ببدا استخدم الفعل play بمعنى يعزف. في نهايه الفيديو ما تنسوش ان تعملوا لي لايك لصفحتي على الفيسبوك واشتراك في قناتي على اليوتيوب English with مها.